أهلا وسهلا فيك شيخ سعد. أهلا أهلا فيك. شيخ سعد، بصفتك رئيس حكومة تصريف أعمال، شو ناويين تعملوا بالنسبة للبنانيين الموجودين بساحل العاج؟ والله عم نفكر نبعث لهم طيارات لحتى تجيبهم. أها، يعني فينا نبشرهم بهالخبرية؟ طبعا، ومش بس طيارات، عم نفكر ندفع لكل واحد منهم 500 دولار. عن جد شيخ سعد، يا ريت يا ريت بعدك رئيس حكومة، يا ريت. شكرا شكرا، ثانك يو ثانك يو. طيب شيخ سعد، ايمتى بتوصل أول طيارة على مطار أبيجان؟ بشهر ايار. كيف أيار؟ بعد شهر يعني؟ لا، انت الصادقة، بعد سنتين وشهر. 2 شهر؟ كيف شيخ سعد؟ ايه نعم، شهر ايار 2013، هيك بيكون حال وقت الانتخابات النيابية، فمنبعت لهم طيارات زي ما هي حلوة. و500 دولار لا تنسيها.